العب. فاول 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 دي حكم ولد الفرطوس دي. دوس اكس دوس اكس دوس انت دوس انت جبريلي ملعبش عارفش تلعب ولا تتدين. العب يا ولد العب. ها جود ايفنينج يا رجاله. الحمد لله على السلامه يا احمد يا ولد امين. الحمد لله على السلامه يا كبير. ايه اتاخرت كده ليه يا كبير؟ انا جعان وبطني بتقطع قطيع من الجوع. داني فكرت اتدلع على البدار اخلي مرتي تعمل لي شويه بانيه كريسبي، يعني حاجه تسد جوعي وتصلب ظهري. دمراني اتجنيت ياك. واه امال احنا سايبين ناسنا وبقينا مطاريد من البيوت ليه؟ مش عشان نقعدوا نلعبوا ونتحدثوا على مزاجنا؟ مش عشان نهربوا من الحكومه؟ قصدي من نسوين. النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه، انا الحكومه. لا يا كبير ما تقولش كيه، انت زنت الرجال. مش قصدي الحكومه اللي هي مرتك يا اخي، انا قصدي الحكومه بتاعت احمد السقا. ما شفتش دي؟ ايوه خابر خابر. عايز تهملنا يا دمراني وترجع تجيب فينو وتخرج الزباله خريج كيه عيال البندر الفلافير. نرجعوا رجعت الميه في زورهم. بس انا تعبت. ايوه تعبت قوي يا كبير، والدار اتوحشتني قوي، والبيت كلاته والعناد والهدمة النظيفة. الظاهر انك خلاص مخك اتلحش لحيس. اضربوا على خشمة يا جمعة. اوعى جمعة. اضربوا اوعى. معايش اسمع، نسيت اللي عملته فيك مرته؟ مرته هو؟ لا مرتك انت. نسيت واللي عملته فينا كل النسوين؟ قول له يا كبير فوقوا فويك. نسيت مين كان يقول لك شيل رجليك اللي كي تطير من على كنبة لاندريه؟ نسيت الاستعباد وقوم غير اللندة وعلق الستاير وصلح الخلاليط. أقول كمان نسيت مين اللي كان يكسر العربية عالداير يكسير وانت تروح يا ولدها في نصاص الليالي تجيبها ولا كأن عملت حاجة مش كده وبس؟ لا وتروح تقف عند السمكر أسبوع عشان يسمكرها السمكير. كفاية كفاية كبير كفاية، أنا ما عدتش قادر أتحمل. لازم أن تتحمل الحديد حميل عشان تفوق. فويق؟ لا من غير فويق، دي عادي. أمرك يا كبير. لا يا كبير يا كبير. دمراني مين اللي كان يفتش المحمول في التيش ويخلي نهارك أزرق لو لقى رسالة من النسوين، حتى لو كانوا النسوين دول خيتك ولا مايتك؟ ها مين؟ مين اللي كان يخليك قبل ما تدخل الدار تنظف الشات نظيف؟ كنت بدلت التسوير دليت. عفارم عليك يا جمعة. ليه؟ دمراني لساك عاوز تعاود للي قهرك وخد منك الريموت وقلب بدم بارد على المسلسل التركي، ولا اللي خلاك تقوم نص ماتش البرسا وريال مدريد؟ قامت قيامتهم. كنت هتفرج على الماتش كل يوم اونلاين والنت يفصل قبل ما المهاجم يشوت. قالوا ايه اعرف النتيجه بعدين، كيف عيال البندر العايجين. دمراني يا ولدي وعاك تفكر انك لو رجعت للنسوين هيسيبوك؟ لا الحريمات نبهم ازرق ووعرين قوي، هترجع هتجيب بامبرز ومولتو ودوريتوس ومش بعيد كمان تجيب كتاكيتو كتير. سامحني سامحني يا كبير سامحني، انا عقلي مدار بس انا خلاص فقت. ايوه انا هفضل معاك افضل في ديلك. سامحني سامحني يا كبير. ولي كمان يا كبير وياك انتوا الصحاب اللي بحق وحقيق. يلا يا رجال يلا بينا نترنب وترنيب. لكن يا كبير احنا ثلاثة محتاجين نبقى أربعة عشان نلعبوا البولة لعيب. با! تتخبطت في عقلك؟ الكبير باربعة أنا هلعب لوحدي وانتوا هتتفرجوا في الريج. ياكم تكونوا نسيتوا من أمين. أنا الكبير. انت هنا يا أمين؟ أهلا. لا أنا مش هنا. إيه ده استني أنا هنا فعلا. أنا كنت متأكدة إني هلاقيك هنا في البدروم مع أصحابك الهبل دول. إنت إيه اللي إنت عامله
عرف نفسك ده. لا احنا لا اصل احنا كنا قاعدين ندردش وكنا هنرجع على طول وكنا بنتفرج على الماتش. مش كنا بنتفرج؟ ايوه كنا بنتفرج في الريش. في الريش ايه؟ لا اصل احنا عاملين النهارده ذئاب الجبل نايت وكنا بنفكر الخميس الجاي نعمل ليالي الحلميه. الليالي الحلميه نايت. صح اتفقنا. طب لم خلجاتك لمين وتدلى قدامي على الدار. امرك يا كبيره. على فكره انا عامله لك فراخ بانيه واسكالوب بانيه وبطاطس بانيه. بانيه ليه؟ في حاجه؟ لا عادي بالعكس دي حتى البانيه اسهل في غسيل المواعين. قدامي. اوكي في بانيه. يلا نكمل لعبه بقى. ده انا هقطعك يعني اخلص عليك. خليه يا صاحبي.